نرحب بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام. لا شك انه عيد الاضحى المبارك بيرتبط باللحوم وتناول كميات كبيره من اللحوم من جانب عدد كبير من المواطنين. طبعا لابد ان يكون هناك يعني محاذير واجراءات يتم اتخاذها قبل الافراط في تناول اللحوم، لانه مش من المفترض اصلا ان يكون في افراط في تناول اللحوم سواء في عيد الاضحى المبارك او في الايام الاخرى. الاطباء والمتخصصون بيحذروا بالفعل من الافراط في تناول اللحوم بأي شكل من الأشكال اللي مرتبط بالطبع بعيد الأضحى المبارك، وبيأكدوا أنه يعني العزائم اللي بتكثر في موسم الأعياد لابد أن تكون يعني وفق أطر محددة للكميات التي يتم تناولها من جانب المواطنين للحوم، وأيضا اتباع الطرق الصحية السليمة للتغذية، ويعني عدم الإفراط في تناول اللحوم خاصة لمرضى القلب والسكر، لأنه اللحوم بتحتوي على كمية كبيرة من الدهون والكربوهيدرات، إلى جانب الالتزام بمواعيد الأدوية المنتظمة لهؤلاء المرضى، وليس طبعا الامتناع عن تناول اللحوم بشكل كامل، لأنه اللحم مصدر أساسي للبروتينات في الجسم. للحديث بشكل أكثر تفصيلا حول الطرق الصحية والسليمة لتناول اللحوم في عيد الأضحى المبارك، يسعدنا أن يكون معنا في هذا الحوار الأستاذ الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث. أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم، صباح الخير. اسمح لنا قبل ما نبتدي مع حضرتك حوارنا بشيء من التفصيل، نخرج لتقرير نتعرف فيه على عادات المصريين بقى في تناول اللحوم في عيد الأضحى المبارك، ثم نعود لنفتح الحوار. مشاهدينا ابقوا معنا. نصائح متعددة يقدمها الأطباء والمختصون للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، حيث ينصح البعض عند شراء اللحوم بضرورة مراعاة عدم وجود أي تغيرات في لونها وأن تكون رائحتها طبيعية. وينصح الأطباء بعدم الإفراط في تناول اللحوم خلال العيد، حيث يؤدي كثرة تناولها إلى إصابة الجسم بالعديد من الأمراض وحدوث مشكلات وأمراض بالجهاز الهضمي. كما يؤدي تناول كميات كبيرة من اللحوم إلى ارتفاع ضغط الدم ومرض النقرس، ولتجنب حدوث هذه المضاعفات ينصح الأطباء بتناول الأغذية المحتوية على مضادات الأكسدة والتي منها الخضروات والفاكهة، وذلك لامتصاص الدهون من الجسم. كما ينصح الأطباء مرضى تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والقلب خلال أيام العيد بتقليل الأطعمة المحتوية على الدهون الحيوانية المشبعة، وذلك تجنبا لارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم. ويؤكد الأطباء ضرورة الابتعاد عن تناول الأغذية التي تحتوي على أحماض دهنية، وكذلك الأغذية المليئة بالنشويات والكربوهيدرات، حيث يسبب الإفراط في تناولها إلى حدوث اضطرابات في مستوى السكر في الدم، وكذلك ارتفاع ضغط الدم مما قد يضر بالصحة العامة خاصة مرضى الضغط والسكر. إذن مشاهدينا الكرام، جملة من النصائح والإرشادات بيقدمها خبراء التغذية والأطباء من أجل أن ننعم بعيد سعيد إن شاء الله، ولا تكون يعني كثرة تناول اللحوم سبب في إصابة الإنسان بأي مرض لا قدر الله. حنتعرف على أبرز وأهم هذه النصائح من خلال هذا الحوار، ونجدد الترحيب بالأستاذ الدكتور التغذية بالمركز القومي للبحوث. نرحب بحضرتك يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيب طبعا في البداية. كل سنة وحضرتك طيبين والمشاهدين جميعا بخير. الله يخليك. طيب احنا عايزين نعرف في البدايه الاهم وابرز النصائح اللي حضرتك بتقدمها للمشاهدين، واحنا بنستقبل ان شاء الله بكره اول ايام العيد وذبح الاضاحي بقى وما الى ذلك. والله احنا عايزين برضو ننوه بكلمتين صغيرين، ان اللحوم دي من اهم المواد الغذائيه التي يتناولها الانسان، حتى انها ذكرت في القران وهي طعام اهل الجنه، فيها لحم طير مما يشتهون. واللحوم تحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التي لا بد من توفرها في الغذاء، لأن الجسم لا يستطيع تخليق هذه الأحماض الأمينية. والفوائد الكبيرة جدا للبروتينات اللي بتيجي من اللحوم إنها بتدخل في بناء الجسم وبناء وتعويض الأنسجة التأليفة وعملية الصيانة التي تجرى في الجسم عموما. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، احنا عندنا لو خدنا اللحوم هنلاقي معظم اللحوم اللي بنتناولها الشعب المصري كلنا بناكلها هي لحوم الضأن أو لحم الخروف واللحم البقري ولحم الجمل، ونسبة قليلة اللي يأكلون لحم الجمل غير الأصناف الأخرى من اللحوم مثل الماعز وغيرها. من المتعارف عليه دائما أو من كثرة الذبائح هو خروف العيد.
خروف العيد بيحتوي على اللحوم. اللحوم لو خدنا لحوم الخروف هنلاقي ان نسبة البروتين فيه تصل الى 18% ونسبة الدهون الى او 17-18% بروتين، ونسبة الدهون قد تصل الى 21%. مقارنة باللحم البقري النسبة البروتين فيه حوالي 18% بينما الدهون فيه حوالي 18. ده بالنسبة للحوم متوسطة الدهن. ويجب علينا أن نأكل اللحوم قليلة الدهن وليست متوسطة أيضا، بإزالة الدهون الظاهرة في الخارج قطعة اللحم، لأن الدهون تتخلل أنسجة البروتين الموجودة. يعني لحم الخروف فيه نسبة دهون أعلى طبعا من لحم البقر، أعلى من لحم البقر. ولو أخذنا 100 جرام من لحم الخروف هتدينا حوالي 267 سعر حراري أو كالوري، بينما 100 جرام من لحم البقر هتدي حوالي 240 سعر حراري أو كالوري. الفرق هنا في نسبة الدهن، حيث أن 1 جرام بروتين بيديني 4 سعر حراري، بينما 1 جرام من الدهون يدي 9 سعرات حرارية، وبالتالي فهي طاقة مكثفة. والفرق هنا حوالي 3 جرام من الدهون، 3×9=27، اللي هو فرق بين لحم البقر ولحم الخروف. فيجب علينا الحذر في لحم الخروف، رغم ان لحم الخروف بيتميز بلذة الطعم، بالرغبة او الجذاب انجذاب نحو من معظم افراد الشعب سواء الكبير او الصغير. لحم الخروف فيه ميزة برضو كويسة واللي احنا دايما بنلجأ اليها، احنا عندنا الدهون اللي احنا بنتناولها، في الدهون اللي هي بتبقى بتحتوي على احماض دهنية مشبعة، ودي بقى فيها الخطورة على ارتفاع دهنيات الدم زي الكوليسترول، زي الترايجليسرايد او الجليسريدات الثلاثية، ودي المؤثرة بنسبة كبيرة على امراض القلب والشرايين التاجية. وفي عندنا الدهون تحتوي على احماض دهنية غير مشبعة، ودي زي الزيوت، زيت الذرة، زيت عباد الشمس، والانواع زيت الزيتون. اللحم الخروف فيه ميزة انه يكاد يكون تلت الدهون الخروف بتحتوي على احماض اللي احنا بنسميها الاوميجا 3. والاوميجا 3 دي جميلة جدا، البولي انساتوريتد فاتي اسيد او احماض دهنية عديدة عدم التشبع. فالنسبة الجميلة دي في لحم الخروف ما تجذبناش بقى ان احنا ناخد كمية كبيرة، لا، احنا ممكن ناخد قطعتين من اللحم في اليوم، في حجم مثلا كلوة اليد كده، 100 جرام مثلا، لان ال 100 جرام زي ما ذكرنا في الحديث تحتوي مثلا على حوالي 18 جرام نوت. برضه نسبة وشفنا المكونات الكيميائية للحم. طب اسمح لي يا دكتور، في نوع معين بيبقى سريع الهضم أكتر؟ يعني أيوه، لحم الخروف أسرع هضما من لحم البقر. للتكوين بتاعه، التكوين الكيميائي للمواد اللي داخله فيه تكوينه، على الرغم من ارتفاع نسبه الدهن فيه اكتر من اللحم البقري، على الرغم ارتفاع نسبه الدهن. ويفضل بقى لما نيجي نطهي بقى اللحم، هو طبعا هناخد اجزاء الذبيحه، احسن اجزاء نحصل عليها بدون كميه دهن كتير اللي هو لحم الرقبه. لحم رقبة الخروف ده جميل جدا جدا، وده ممكن نحن نعمله الشوربة اللي هناخدها أول يوم العيد عشان نعمل الفتة وناخد الأجزاء الخفيفة، كويس جدا جدا. لحم ظهر الخروف برضو كويس جدا جدا. اللي بيسموه، طب أفضل طرق الطهي هو السلق ولا في طرق الطهي؟ من أفضل الطرق السلق والشوي، بس الشوي بقى هنا عندنا برضو حاجات لا بد من مراعاتها، ان اللحم يكون متبل، فيه كميه من التوابل، معصور عليه ليمون، الخل اللي بيكون يضاف اليه الخل، وده ليه عده فوائد. اولا الخل، الليمون فيه الفيتامين سي، طبعا هو تاثير الحراره مش هياثر قوي، لكن هنا يهمني ايه؟ انه مش هياخد فتره طهي كتير طويله، فبالتالي هحافظ على القيمه الغذائيه للحم، وبعدين ما اخليش درجه الحراره مرتفعه عند انضاج اللحم او تسويه اللحم، درجه الحراره بتبقى منخفضه الى متوسطه وفتره قليله، فحتناول
اللحم وبقيمته الغذائية. طب هل الشوي بيؤدي إلى يعني سقوط الدهون ديت عن اللحمة وبالتالي بتبقى يعني أكثر صحية من السلق ولا النسبتين واحدة؟ لا، الشوي أفضل بس لينا تحفظات عليه. أولا نوع الفحم اللي هو بيشوي بيه المفروض ان احنا استخدم، يعني كانت اول تحفظ ان احنا لازم نتبل اللحمه كويس. نتبلها كويس جدا، نتبلها كويس جدا، ويا ريت يضاف اليها بعض الخضروات زي الفلفل زي الطماطم عشان تقلل لي من تاثير الفحم عند الشوي على اللحم ومكونات اللحم. ازيد الدهون الخارجيه زي ما قلنا اللي موجوده على اللحم قبل ما اشويه. البعض بيترك هذه الدهون على اعتبار ان هي هتنزل. لا، ما هو في دهون داخليه، في دهون تتخلل بروتينات اللحم من جوه، فدي هتنزل اجزاء منها. يجب ان يكون برضو الشواء بعيد عن اللحم. وحضرتك كنت بتقول انه انواع الفحم برضو بتختلف. في انواع صحيه اكتر. المفروض الفحم النباتي او الحطب، عشان كده الناس بيلاقيهم بيطلعوا الصحراء وبيجيبوا حطب ويشوا عليه اللحم. الميزه هنا ايه؟ الميزه ان الحطب بيحتوي على مضادات الأكسدة أو المواد المضادة للأكسدة، فيقلل من التأثيرات الضارة للفحم الفحم بقى الصناعي. احنا مش عايزين نستخدم فحم صناعي، عايزين نستخدم فحم نباتي، عايزين نستخدم حطب عشان حتى مواد المضادة للأكسدة تقلل من التأثيرات الضارة للفحم المستخدم في عمل الشواء. وحتى برضه في حالة شواء اللحم حضرتك شايف انه قطعتين لحم كفاية في اليوم؟ والله هو اصله الاحتياجات من البروتينات، احنا الجسم بتاعنا بيحتاج 1 جرام بروتين لكل كيلو جرام من الجسم، يعني انا لو وزني 70 كيلو جرام يبقى احتاج 70 جرام بروتين وليس 70 جرام لحم. زي ما قلت اللحم هيحتوي على اللحم البقري مثلا حوالي 62% ميه، 62% ميه، خدت 100 جرام لحم بقري تلتينه ميه، وبعدين الباقي بروتين وبعدين دهون، وطبعا زي ما احنا عارفين اللحوم ما فيهاش كربوهيدرات. فيما عدا الكبد، الكبد يحتوي لحوالي 100 جرام كبد يديني 4 جرام كربوهيدرات، عشان كده بنلاقيه مسكر طعمه، مسكر شويه. ده يرجع الى الجلايكوجين اللي ناتج من تراكم الجلوكوز في الكبد. طب فيما يتعلق بقى بالكبد او الكبده اللي ممكن تكون الناس بتاكلها برضو، المفروض يعني الكميه الصحيه اللي يجب الناس تتناولها وما تتعداهاش. من الكبد كميه الكبده لانها بتحتوي على كميه عاليه، هي مفيده ومغذيه جدا. لذلك يقال ان الكبد ملك الفيتامينات والمعادن، يعني تحتوي 8 مللي جرام حديد، احنا بنحتاج حوالي 15 مللي جرام الاحتياج اليومي لينا. يعني لو خدت 100 جرام كبده، 100 جرام دي مثلا شريحتين من الكبده، يعني حوالي هتديني نص احتياجاتي من الحديد. من الحديد، وبعدين ده حديد جاي من مصدر حيواني اكثر امتصاصا، فهنا مهم جدا. بالاضافه بقى لمعلومه هامه جدا ان احنا يجب ان احنا ناخدها، لازم الخضروات خاصه البقدونس، البقدونس اللي هو مش هيتفرش تحت اللحمه يتاكل. او لازم يتاكل. ليه؟ لان البقدونس بيحتوي على نسبه كبيره جدا من فيتامين سي، فيتامين سي يساعد على استفاده الجسم من البروتينات وزياده سرعه امتصاص العناصر المعدنيه. ده فيتامين سي موجود كتير جدا في البقدونس. الفايده الثانيه للبقدونس انه بيعمل على تطهير المسالك البوليه، يمنع تكوين املاح اليورات، يجعل رائحه الفم ذكيه، وبالتالي حاجات رخيصه جدا وجميله جدا ربنا انعم علينا بيها. طبق اللحم ما تاكلش اللحم لوحده، لازم اللحم معاه خضار. طب فيما يتعلق بالبقدونس وحضرتك قلت ان هو فيتامين سي والافضل انه طبعا يتم تناوله مع اللحوم، طب البعض بيقول ممكن اخد مثلا قرص فيتامين سي قبل تناول اللحوم ولا لا؟ والله احنا ما ناخد الحاجات الطبيعيه. ده البقدونس يعني بكام يعني؟ بالظبط، ومتوفر جميل رخيص ومتوافر يعني وجميل، ودايما الواحد ياخد المصادر الطبيعيه. والسلطه بلاش، هاخد البقدونس مع السلطه، اكتر بقى من الخضروات، اكتر من الطماطم، من الفلفل. طب احنا هنرجع بس لموضوع الكبده، يبقى الكبده برضو قطعتين اقصى. أيوة حاجه في اليوم. ايوه زي اللحمه برضو قطعتين بالظبط كده. وبعدين هي ايام العيد، يعني كل سنه وحضراتكم طيبين والمشاهدين بخير وسلام، معدوده فما انتقلش قوي يعني. اما اخد الفته جميل، ولازم لما اخد اللحوم اخد معاها كربوهيدرات. ليه؟
عشان عملية التمثيل الغذائي التي تجرى البروتين لابد من وجود كربوهيدرات وليس كلمة نشويات. الكربوهيدرات معناها إيه؟ تشمل كله، النشويات، الحبوب، النشا، الحلويات، كل دي يطلق عليها كربوهيدرات. يعني يفضل مع تناول اللحم ان يكون في بقى مثلا رز او مكرونه، في رز ومكرونه. الخبز اللي احنا بناخده للفته ده خبز اسمر يحتوي على الرده، الرده بتحتوي على الياف الغذائيه، الياف الغذائيه جميله جدا جدا جدا، بتساعد على تخليص الجسم من الدهون، يساعد على انتظام السكريات الدم، تساعد على زياده الحركه الدوديه للامعاء، تعمل على اخراج الفضلات، منع الامساك، حاجات جميلة جدا. طيب دكتور حسن، بعد بقى ما كلنا اللحمة بقى ايه اللي ممكن ناخده علشان يهضم يسرع بعملية الهضم؟ الخضار والفاكهة، علينا بالخضار والفاكهة. عندنا مثلا الالياف، احنا في عندنا حاجات اسمها الياف غذائية ذائبة، ودي نلاقيها فين؟ نلاقيها في التفاح، نلاقيها في الكمثرى، نلاقيها في الفراولة، نلاقيها في العنب، البكتين موجود. العنب متوفر كمان جداً دلوقتي جداً. دي الياف غذائيه دايبه دايبه، يعني انا ما بشوفهاش بعينيا، لكن الياف غذائيه غير الزائبه، ودي تكسر توجد بكثره في الرده اللي هناخدها في الخبز. ايوه عشان كده ما اخد الفته هاخد، لا اخد خبز عالي الاستخلاص، يعني في نسبه رده اعلى من الخبز الابيض عشان عمليه الهضم والاستفاده من العناصر الغذائيه اللي موجوده في اللحوم. اللحوم برضه بالمناسبه تحتوي على كميه من المعادن كويس جدا، تحتوي على الفوسفور، تحتوي على الحديد طبعا، تحتوي على الكالسيوم بس بنسبه اقل. في معلومه برضه مهمه يجب ان احنا نحتاط ليها، كثره تناول البروتينات وخاصه البروتينات الحيويه يساعد على افراز الكالسيوم من الجسم، وبالتالي هيجي لنا هشاشه في العظام، هيجي لنا ضعف في العظام، ما نفتكرش انها هتزود لنا، لا، فلازم اخد الكميه المعقوله والمتاحه ليا. طب بالنسبه للاطفال بقى برضو يا دكتور، ايه الكميه المعقوله للاطفال؟ الاطفال يجب الحذر، المراحل العمريه المختلفه، هو احسن فتره بيكون فيها الجسم نفسه اللي هي فتره المراهقه، واللي هي قبل البلوغ التام. دي بياخد يعني هي مثلا من 8 سنين كده، من 8 سنين فتره النمو اللي هي كبيره، ده اطفال عندنا الطفل بيوصل لغايه قبل 18 قبل سنه 18 سنه. فيجب ان انا اديله العناصر، اديله لحمه بس ما ادلوش برضه بالكميات الكبيره، احذر من كميه الدهون عشان عمليه السمنه وعمليه تراكم الدهون في الجسم وما تاثرش على دهنيات الجسم وارتفاعها في الجسم. طب احنا المفروض برضو حضرتك قلت تناول الخضار والفاكهه شيء مهم مع تناول اللحوم، بالنسبه للفاكهه هل بيفضل تناولها بعد الاكل على طول ولا يكون في فتره؟ والله هو في يفضل طبعا ان انا ما اخدش يعني ورا بعض كله اعبي يعني وانها فتره محدوده وهنجري وهنعمل لا بالراحه، وبعدين لما واحده واحده يعني يعني اما تناول غذاء اخد ببطء، اخد تناول الطعام ببطء، البطء المضغ ببطء. ليه المضغ ببطء؟ ده بطريقه بتاخد مده اطول، مده اطول فبتبقى كميه الاكل اقل. بالظبط، الانسان لا يقوم حتى من على ترابيزه السفره او من على الاكل، لان لما بيقوم ساعات يقول له ايه بطنك تغضب، يعني ايه بطنه تغضب؟ يا ريت تغضب. خلاص فدي حاجة مهمة جدا، ان اكل على مهلي وبالراحة. طب شرب المية في النص يا دكتور في وسط الاكل، والله شرب الميه في اراء متعدده. في اراء بتقول اننا اشرب كميه كبيره من الميه قبل الاكل بفتره ساعه مثلا، هاخد 3-4 كوبايات ميه. ليه؟ عشان اشغل حيز المعده بكميه الميه، فهاخد كميه من الطعام اقل يعني. الميه برضو عشان العصارات الهاضمه، ما اكثرش من عدم كثره شرب الماء اثناء الاكل عشان ما اخففش من العصارات الهضميه اللي بتفرز، وبالتالي الاكل او الطعام ما يقعدش فتره كبيره في المعده وبالتالي يتعرض لعمليه التخمرات وتكوين الغازات والكلام ده. طيب بالنسبه بقى لمرضى الكبد والقلب والسكر فيما يتعلق بتناول اللحوم، الكميات المناسبه ايه والانواع برضو المناسبه؟ بالنسبه اولا لمريض السكر ومرضى السكر عندنا كتير، سواء من النوع الاول والنوع الثاني، والنوع الثاني المعروف ان هو بيحصل بعد سن مثلا 35 او 30، وممكن يحصل، وفي النوع الاول بقى من السكر اللي هو بيبقى وراثي وبيتولد بيه الانسان.
لكن النهارده طبقا لاحدث المراجع العالميه انه ممكن يحصل النوع الاول ده في اي فتره من فترات العمر، وبالتالي يجب ان يكون الغذاء متوازن جدا لمريض السكر ومرضى القلب ومرضى الكلى. مريض السكر يجب ان هو يحتوي على العناصر الغذائيه الاساسيه اللي هي الكربوهيدرات، البروتين، الدهون، الاملاح المعدنيه، الفيتامين، وبعدين الميه. المرضى القلب والسكر والكلى يجب تخفيض كمية الدهون إلى أقل كمية ممكنة. المريض الكلى يجب أن يرجع إلى الطبيب المعالج له ليصف له كمية الكمية التي يمكن تناولها حسب درجة المرض عنده، لأن في ناس بتبقى عندها درجة المرض متقدمة، ساعات يبقى محظور عليه تماما تناول لحم في الخروف في العيد. طيب دكتور حسن، برضو في سؤال هام وجانا من أحد المشاهدين الكرام متعلق ب هل هناك أي مشروبات ممكن تناولها أو شربها بعد الأكل، أكل اللحوم، بتساعد على برضو سرعة الهضم وعدم حدوث أي اضطرابات في المعدة؟ والله أفضل المشروبات الطبيعية طبعا، ويفضل البرتقال، عصائر البرتقال، بس أنا بقى بفضل يعني نصيحة كويسة جدا الثمرة نفسها، يعني بدل ما اشرب عصير تفاح هاخد ثمرة تفاح. ثمرة التفاح جميلة جدا، ربما الناس بيبقى الأسهل ان هي تشرب الأسهل يشرب بعد الأكل، لكن أنا بس عشان أحافظ كلها الطبيعية. عشان العصير البرتقال مثلا، ثمرة البرتقال وعصير البرتقال الفرق بينهم ايه؟ القشرة، ما بين القشرة الخارجية والداخلية اللي هي اللي محيطة اللي هي الصفرة دي مهمة جدا جدا في تخفيض الدهون بتاعت الجسم. طب انا ليه ما اخدهاش؟ لكن لو تعذر خلاص. طيب في برضه مشروب دايما بيتم تقديمه بعد الوجبات الدسمه دي وهو الليمون بالنعناع، هل ده برضه مفيد؟ الليمون مهم جدا، لان كل الليمون والموالح وكلها بتحتوي على نسبه كبيره من فيتامين سي. حتى ان الجوافه عندنا، الجوافه تحتوي على حوالي 220 ملي جرام فيتامين سي. ننزل بقى الفلفل الحار نسبه كبيره جدا فيتامين سي، الكرنب نسبة كبيرة من فيتامين سي، ننزل لغاية البرتقال حوالي 50 ملي جرام فيتامين سي. يعني الجوافة 220 ملي جرام فيتامين سي لل 100 جرام، بينما البرتقال 50 ملي جرام فيتامين سي. الجوافة أعلى طبعا، لكن الجوافة عشان تقيلة يعني عند بعض الناس، البرتقال خفيف ممكن آخد برتقالة 150 جرام. يبقى أنا خدت كده قد إيه؟ من 150 جرام قد حوالي 75، فكويس جدا، ودي الاحتياج بتاع فيتامين سي. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر في ختام هذا الحوار المفيد جدا، الاستاذ الدكتور حسن حسونة، استاذ التغذيه بالمركز القومي للبحوث. شكرا لحضرتك يا فندم، ونتمنى طبعا السلامه ان شاء الله لكل المشاهدين، وان شاء الله يكون عيد سعيد يا رب وعلى الجميع. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام في هذا الصباح، نتحول للتعرف على ابرز واهم اخبار المال والاعمال مع احمد فؤاد.